بالنسبة للألوان عندنا الأورانج والمارون زي ما قلنا ما بتاخدش أبدا إيه أس. أي واحد عشان يجي يشتري ملابس لازم هيدخل مكان اسمه ماجازان دو فيتمون، يعني محل ملابس. اللي بتبقى واقفة في محل الملابس دي واحدة اسمها إيه؟ لا فوندوز. يعني إيه لا فوندوز؟ البائع، أو ممكن لو راجل يبقى فوندور وآخره أر. هيحصل ديالوج في المجازان بين الفوندوز وبين الكليان أو الكليانت اللي داخل، هو الزبون أو الزبون. أول سؤال هيتسأل فو ديزيري، طلباتك إيه؟ عايز إيه؟ وده سؤال طبعا دي بيسأله الفوندوز أو الفوندور. كال كولور، الحاجة اللي انت عايزها دي، مثلا سي فو ديزيري، رديت أنا قلت مثلا أن بونتالون، أن جوب، أن فاست، هتسألني كال كولور. يبقى أول كيستيون سألته لي الفوندوز، أنا رديت وقلت أن بونتالون مثلا، هتقولي كال كولور، عايزها لون إيه؟ أختار بقى أي لون أنا عايزه، مارون، أورانج، روج، ده حر. كال تاي، إيه الطاي ده؟ مقاس، دي كلمة فيمينا، عشان كده كال بتاخد دبل ال إي. زي إيه بتاخد دبل ال إي؟ اللون كال كولور، الساعة كال أور. كال تاي مقاس إيه؟ بس خلي بالك تاي تتقال على مقاس الملابس بس، لكن لو أنت بتسأل مثلا على مقاس الشوسير هيبقى اسمها كال بوينتور، مش تاي بقى، الموضوع يختلف. طيب جابت لي الفوندوز طلبي مثلا أن بونتالون ولونه روج وتاي 40، هسألها أنا جو بو إسيي. يعني إيه جو بو إسيي؟ فاكرين الصفحة اللي قبليها لما قلنا بوفوار يعني أستطيع؟ فلما أقول جو بو إسيي يعني هل أستطيع قياس؟ جو بو إسيي، ممكن أقيس؟ إستو عجبني، هقول إيه؟ هقول سا مو بلي، ده عجبني قوي. طب سي كومبيان، بكام؟ ممكن تقول لي 60، 40، اللي هي النمبر زي ما هنشوفها بالتفصيل إن شاء الله. أون كوا، أن كوا ده السؤال كان المفروض يتسأل بعد التاي، لأنه أن كوا يعني عايزة مصنوعة من إيه؟ عايز البول ولا البونتالون ولا الفاست، الشيء اللي أنت عايزه ده، عايزه مصنوع أن كوا. فاكرين بقى إحنا قلنا عندنا كام خامة؟ أن لان، أن كوتون، أن سوا، فهيكون ده الرد. طب الديالوج ده أسمعه فين؟ مكان، ها؟ قلنا إيه؟ ماجازان، برافو عليكم، وماجازان دو فيتمون. طيب مين الشخص اللي بيقف في المجازان دو فيتمون؟ مين فاكر؟ لو فوندور لو راجل، لا فوندوز لو فيمينان ست واقفة. بيرسوناج هما الفوندوز والكليانت. طب لو شلنا او هنا هيبقى كليان زبون. طب بالنسبة للفوندوز برضو هشيل او واشيل الاس كمان، يبقى لو فوندور، يبقى عندي لا فوندوز و لو فوندور. من الشخصيات اللي هنشوفها في الانيتي دي لا فام دو شامبر. لا فام دو شامبر يعني عاملة النظافة، عشان عندنا كليانت لما يروح الاوتيل ممكن يطلب سيرفيس، هيطلبها من مين؟ من لا فام دو شامبر اللي هي عاملة النظافة، اللي ممكن تجيب له مثلا اوريي او حاجة تانية. و لو باترون او لو سكرتير، السكرتير اللي هو السكرتير، ولو كان مذكر يبقى لو. لو باترون، لو باترون يعني صاحب العمل، ممكن يطلب من السكرتير سيرفيس، يبقى لو باترون بيطلب من السكرتير السيرفيس بتاعك. اخر واحده لو ريسبسيونيست، او ممكن لا ريسبسيونيست. طب انا لما اقول لا، هل ريسبسيونيست تختلف السبيلنج؟ لا، اقول له نفس السبيلنج للاثنين. زي كلمة ايه بيبقى نفس السبيلنج الاتنين؟ عندك جورناليست مثلا، سكرتير، بتاخد نفس السبيلنج سواء ماسكولين سواء فيمينا. لكن كليان لو مذكر، فوندور لو مذكر، كليانت مؤنث، وفوندوز ايه ولاد مؤنث. ده بالنسبة للديالوج اللي قلنا الاسئلة بتاعته. ممكن نزود مثلا افلور، لا شكل الملابس ممكن يكون افلور، ممكن يكون أكارو، على حسب الديبانس يعني. المهم إن في إنيتي 6 الكلام عن الفاتمون، عشان كده الكيستيون كلها أورولاسيون ليها علاقة بالفاتمون الملابس. يبقى عرفنا في الملابس الكولور، عرفنا التاي مقاس،
عرفنا ايه سي يي ايز، عرفنا سي كومبيان اسال بيها على السعر، ممكن اقول صافي كالبري ان كوا يعني مصنوع من ايه، وقلنا ممكن لان او كوتون او فلور ممكن او ان سوا. دي الباج نيميرو 3، دي تالت صفحة على يونيتي 6. يبقى اكزرسيس صغير كده، نشوف مين كان منتبه معانا وحفظ الالوان وحفظ اشكال الملابس واساميها. لما انا دخلت المجازين هقول جو فودري اون روب، يعني انا عايزه فستان. مين فاكر بقى بعد الان نحط ايه؟ برافو، نحط الخامه، يبقى ان سوا. ممكن اقول افلور، ممكن اقول اكارو. تاي، قلنا تاي يعني ايه ولاد؟ مقاس تاي 40 تاي 60 على حسب بقى المقاس، مفيش بقى تاي لارج واكس لارج، احنا هنحط ارقام. طيب لا سير لكليون، مين اللي سير لكليون؟ مين اللي بتخدم الكليون؟ اللي بتخدم الكليون هي، برافو عليك، لافوندوز. لافوندوز سير لكليون. ان ايتي في الصيف، جو بورت ارتدي ان، ممكن شورت، ان تي شيرت. برافو عليكم. il y a دي dans la vitrine، ايه الفيترين دي؟ اللي هي الفيترينه، واجهه المحل. اي مجازان اي محل بيبقى فيه فيترين عشان يعرض فيها المعروضات بتاعته. il y a دي هنقول دي فيتمون، دي فيتمون. طب واحد نسي كلمه فيتمون فقال لي il y a دي بانتالون، صح؟ ما هو مش شرط يقول فيتمون، ممكن يحط اسم اي فيتمون، بانتالون، فاست، بول، شوميز، اي حاجه. نيميرو 5، جو في او دو فيتمون، احنا عارفين بقى دو فيتمون للملابس، يبقى هروح ايه؟ او ماجازان. طب واحد نسف وكتب او مارشي دو فيتمون، سوق الملابس، هو حر؟ صح. فممكن اقول سنتر، ممكن اقول ماجازان، كل ده كويس. جيساي، اساي ده فيرب ايه؟ اسيي، بس مكتوب في البريزون. جيساي لو بانتالون دون لا، انا قلت لك غرفة القياس هيتقال عليها ايه؟ هيتقال عليها كابين دي سياج. جيساي لو بانتالون دون لا كابين دي سياج، ولو قلت كابين بس ماشي الحال، ما عندناش مشاكل. جو روغارد لي فيتمون دون لا، هتفرج عليها فين؟ دون لا فيترين، تمام كده. يبقى انا دون لا فيترين، عشان روغارد معناها ايه؟ معناها اشاهد. نيجي عندي لزارتيكل بارتيتيف، يعني ايه ارتيكل بارتيتيف؟ يعني ادوات تجزئه، يعني ايه؟ هناخد جزء من كل، بس ما ينفعش اقول مثلا خدت جزء من القلم، لازم اكل او شرب. كالعاده يعني لازم نفرق ما بين ماسكولا وفيمينا وبلوريال. ماسكولا يبقى دو، فيمينا دو لا، بلوريال دي. ماسكولا فيمينا بلوريال، مدام تابو الفايل اكيد اكيد هيبقى ايه؟ هيبقى دو الابوستروف. يبقى البارتيتيف يجي مع الاكل ومع الشرب، لان ده اللي ممكن اخد منه جزء من كل. معظم المشروبات تاخد دو، دو تي شاي، دو لي لبن، دو بور الزبده، دو سكر السكر، دو كافيه، دو بان، دو فروماج الجبنه، دو كرواسون. الديو ليها نصيب الاسد في المأكولات وفي المشروبات، تاخد دو. لكن الفيمينا لا، مش كتير. دو لا كريم، كريمة طبعا، أو القشطة. دو لا كونفيتور، يا برافو، المربى، فاكرينها انتوا من سنة رابعة. دو لا فارين، الدقيق. دو لا ليموناد، الليمون. دو لا سالاد، وعبودوا نفسكم أي كلمة آخرها أد زي ليموناد زي سالاد هتبقى إيه؟ فيمينا. فيجي يقول لي مثلا، يقول لك جو مانج، تقول دو لا كريم. طب واحد بيحب الكريمة، لا مش هياخد دو لا بقى. ليه؟ هيقول لا بس. اشمعنى؟ عشان واحد بيحب، يحب الشيء كله على بعضه مش بيقسمه. طيب الدي للبلوريال، والبلوريال بتعرف من وجود اس او اكس. والدو الابوستروف يجي وراها ايه يا ولاد؟ فايل. طبعا حروف الفايل هما الأ والأ، اي حرف ينطق من الحلق يبقى اسمه فايل، حرف حلقي يعني لا لساني ولا شفايفي يقدروا يقولوا. يبقى البارتيتيف تاني هما ايه؟ دو، دو لا، دي، دو الابوستروف. لكن خلي بالك كل دول في حاله النيجاسيون هيبقوا ايه؟ هيبقوا دو. يعني واحد ما بياكلش العيش يقول جو نو مانج با دو بان،
واحد ما بيشربش شاي مثلا يقول جو نو بوا با دو تي، فالدو ديت نستخدمها للفورم نيجاتيف.